الجمل حلو ومفتاح الدخول لقلب أي شخص، والمجاملات جزء أساسي من التعاملات الإنسانية وجانب مهم من تعلم أي لغة. وأسهل وسيلة توصلك لأهلها. أنا آلاء عزام، لينا شويدا صيدا، وهنقول لكم في حلقة النهاردة جمل وعبارات التحية والمجاملات اللي هتحتاجوها كتير لو بتفكروا تيجوا تركيا. يلا بينا. أول عبارات التحية واللي هتسمعها في كل مكان هوش جالدن، واللي مكونة من مقطعين، هوش بمعنى لطيف وجالدن بمعنى أتيت، يعني وكأنك بتقول أتيت باللطف أو مجيئك كان لطيف. هوش جالدن. فبنرد عليها بهوش بولدوك. هوش جالدنس. هوش بولدوك. وهوش صفة بتستخدم في وصف شيء أو شخص معين أو تصرفاته، زي ما ممكن نقول مثلا هوش بير إنسان يعني شخص لطيف. وبالمناسبة كلمة هوش مستخدمة في اللهجة العراقية بنفس المعنى بس بينطقوها هوش. وعبارات الشكر عند الأتراك كتير وبتختلف حسب الموقف وحسب الشخص. أشهرهم وأهمهم واللي ينفع تستخدمهم في كل المواقف ومع كل الناس تشاكر درم و تشاكر لار. تشاكر درم. تشاكر لار. يوجد أيضا أي والله ساول و الله راضي أوسون. ودول تلات عبارات للشكر مش رسميين. ساول مثلا بتستخدم لما تحب تكون مش رسمي مع الشخص اللي قدامك وممكن تقولها لصديق ومعناها تسلم. ساول. أما أي والله فهي تستخدم أكثر بين الرجال. أي والله. والله راضي وأوصون، ودي دعوة أكتر منها عبارة شكر، فبيستخدمها الناس لو عايزين يشكروا حد على مساعدة هونت عليهم أو ريحتهم من تعب، زي مثلا إن ست كبيرة تقول لحد ساعدها في حمل الأغراض الله راضي وأوصون، يعني الله يرضى عليك. الله راضي وأوصون. وأيا كان عبارة الشكر فالرد عليها بيكون برجاء درم، واللي جاية من رجاء أو أرجوك باللغة العربية ومعناها العفو. رجاء درم. ومن المجاملات اللي بيستخدمها الأتراك عشرات المرات يومياً عبارة كولاي جالسن، واللي بتتقال لأي شخص بيعمل أي شيء سواء كان زميلك في العمل أو بائع في متجر أو موظف أنت رايح تطلب منه خدمة أو أي شخص بيعمل أي عمل بأي شكل من الأشكال. وللمقابل ليها عندنا في العالم العربي عبارة يعطيك العافية. كولاي جالسن. تشكري ديريم. كولاي جالسن. كولاي جالسن. من المجاملات المشتقة من اللغة العربية عبارات المباركة زي تبريك لار يعني مبروك، لخير لوسن، واللي مشتقة من كلمة خير معناها ليكون خيرا. تبريك لار. خير لوسن. كلمة مجاملة في اللغة التركية هي مشتقة من كلمة عربية وتعني التفات. التفات. وكمان عبارة ممنون أولدو، واللي بنستخدمها عند التعارف واللي مشتقة من كلمة ممتن في اللغة العربية. ممنون أولدو. ممنون أولدو. عافيات وصن، واللي مشتقة من كلمة العافية باللغة العربية بتقال عند تناول الطعام أو بعده. عافيت وصن. تشكرلار. عافيت وصن. عافيت وصن. ولو حد قدم لك أكلة حلوة أو عمل لك شيء بإيده زي ما بنقول تسلم إيدك بالعربي، في كمان جملة شبهها في اللغة التركية. إلنزة سالك. إلنزة سالك. إلنزة سالك. تابعوني على TRT عربي كل يوم سبت في كلمتين تركي، هنقول لكم في حلقات جايه جمل وعبارات تستخدموها هتساعدكم لو انتوا لسه جايين البلد هنا جديد او بتفكروا. ما تنسوش تسيبوا لي في التعليقات ايه اكتر مواضيع حابين اتكلم عنها بالتركي او حاجات عايزين تعرفوها عن البلد. اشوفكم الاسبوع الجاي. جيرشوس.